السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة تبارك للأسمدة والكيماويات الزراعية من الشركات الرائدة في السوق الزراعي، تم إنشائها عام 2005. شركة مساهمة مصرية تخصصت في استيراد الخامات الزراعية بأفضل المكونات العالمية بجودة عالية، وضعت شعارا لها منذ بداية إنشائها عام 2005، وهو جودة منتجاتنا تجعلنا دائما الأفضل. وبفضل الله وبفضل إدارة شركة تبارك المتميزة، استطاعت الشركة أن تنال إعجاب عملائها باستيراد أفضل الخامات العالمية من الأسمدة والمبيدات الزراعية بأفضل الخامات العالمية، وانفردت بالعديد من المركبات في السوق الزراعي المصري، ومبيدات وأسمدة متخصصة لبعض المحاصيل زي مركب البوتكس والمتخصص لمحصول البطاطس. كما أن الشركة تسعى دائما لتوفير أفضل الخدمات لعملائها عن طريق فريق دعمي متميز، فريق دعم فني متميز في شتى المجالات الزراعية، في زراعات البطاطس والفول السوداني، وكذلك في الموز والفراولة، وكذلك في الموالح والعنب، وأيضا في الخضر ومحصول المانجو. تخصصت الشركة بتقديم أفضل دعم فني باستخدام استشاريين ومهندسين على كفاءة عالية لتقديم الدعم الفني. فمع شركة تبارك دائما أنت المستفيد. أولا مستفيد بمركب ذو جودة عالية وعالمية، مستفيد بدعم فني متميز، مستفيد بأسعار متميزة أيضا بالنسبة للسوق العالمي. توجد تشكيلة رائعة من الأحماض الأمينية، وكذلك أيضا الطحالب البحرية والعناصر المخلبية وهيومات البوتاسيوم والعديد من المركبات المتخصصة. تشرفنا زيارتكم الكريمة لمقر الشركة الجديد بمدخل التحدي، الكيلو 116، طريق مصر اسكندرية الصحراوي، طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، الكيلو 116. شرفنا زيارتكم الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.